أربع أعمال من أعمال البر والخير التي يحبها الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ما اجتمعن في عبد إلا دخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه الإمام مسلم.